بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه مصري أنشئ هذا المتحف ليكون بمثابة قبلة ومنارة ثقافية وتاريخية، متحف يحكي تاريخا مصريا طويلا لتكون الأجيال المتعاقبة شاهدة عليه، بهدف توثيق التراث الثقافي لمحافظة كفر الشيخ والتعريف بتاريخها. كان افتتاح هذا المتحف الذي يحمل اسمها متحف كفر الشيخ، والذي يعد الأحدث في مصر، حيث افتتحه الرئيس المصري في 31 من أكتوبر الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقد بدأت الأعمال الإنشائية للمتحف عام 2002، لكنها توقفت عام 2011 بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، ثم استكملت في عام 2018. ويتكون المتحف من قاعة عرض تحتوي 735 قطعة أثرية من حفائر تل الفراعين والمناطق الأثرية بالمحافظة. وتضم قاعة العرض الرئيسية عددا من القطع الأثرية التي تلقي الضوء على الحياة ما قبل عصر الأسرات من خلال الأدوات التي كانوا يستخدمونها قديما، فضلا عن المهن التي كانوا يشتغلون بها. ومع تجولك في المتحف تجد فرصة للتعرف على العلوم التي برع فيها قدماء المصريين، من بينها الطب والصيدلة وغيرهما من العلوم. عندنا باترينا متميزة جدا بنسميها احنا باترينة الطب والجراحة، ودي بيعرض فيها عدد من الأدوات الطبية والجراحية الهامة جدا عبر العصور التاريخية اللي بتؤكد ان مصر القديم كان عنده تفوق في هذا المجال. كما تجد ايضا داخل المتحف المعروضات الأثرية التي تميزت بالدقة والإتقان وتعود الى العصر القبطي، الى جانب استعراض رحلة العائلة المقدسة التي كانت كفر الشيخ احدى محطاتها. وأيضا تلاحظ تواجدا للقطع الأثرية الإسلامية المتنوعة. ومن أهم قاعات العرض في المتحف قاعة العالم الآخر، التي توضح معتقدات المصري القديم عن هذا العالم الذي اعتبر أنه يمثل له العالم الحقيقي الذي ينبغي أن يصل إليه سالما بالمكونات الأساسية للجثمان، فكانت فكرة التحنيط. ويتيح المتحف للباحثين والدارسين التعرف على حقب تاريخية مختلفة تساعدهم على دراسة التاريخ المصري عن قرب. تم افتتاح متحف كفر الشيخ ده في حد ذاته اداني يعني فرحة، واداني احساس جميل جدا ان المحافظة فيها حاجة زي كده. كانوا كويس جدا، وكفر الشيخ بقى دلوقتي مكان سياحي يقدر اي شخص يجي يزور المتحف هيستفاد جدا، والمتحف أكثر من رائع فعلا. وحرص القائمون على العرض المتحفي أن يضعوا سيناريو يتناسب مع طبيعة الأحداث التاريخية في المحافظة، فكانت قصة إيزيس وأوزيريس. لجنة السيناريو والمصمم الرائع دكتور محمود مبروك اختار أسطورة حورس وست للتعبير عنها، وأول مرة بتتعمل بشكل أثري درامي. ويقع المتحف على مساحة تصل حوالي 7000 متر مربع، ويعد إضافة لمحافظة كفر الشيخ يضعها على خريطة السياحة الثقافية في البلاد. عبد الرحمن عكاشة، محافظة كفر الشيخ.